السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في قناة أم حسن. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطائر اللي كتوجد في الحين في 15 دقيقة. كيوجدوا مقادير اقتصادية وسهلة، تيجيو مقطنين أو مفشفشين. ما تنساوش تابعوا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناة باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله، بالنسبة للمقادير غنحتاجو بيضة واحدة، غادي نضيفو جوج معالق ديال السنيدة، غادي نضيفو كيس ديال الفاني، يمكن لكم تعوضو بالقشور ديال الحامض. وغادي نخلطو العناصر جيدا، من بعد غادي نضيفو واحد الكاس عنبة ديال الحليب دافي، وغادي نزيد واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة فورية، ملعقة مملوءة. من بعد غادي نحتاج واحد ربع كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبة، مقدار ديال 4 او 3 معالق ديال الزيت. وغادي نضيفو كاس ديال العنبة ديال الماء. وبالنسبة للدقيق غادي نحتاجو كاس ديال العنبة ديال السميدة الرقيقة، ونحتاجو جوج كيسان عنبة ديال الدقيق. يمكن لكم تغيرو، يمكن لكم ديرو جوج كيسان عنبة ديال السميدة الرقيقة وكاس ديال الدقيق، يمكن لكم ديروا كاس ديال السميده وجوج كيسان ديال الدقيق، يعني مقدار ديال كاس العنبه. وغادي نستمر بهذه الطريقه، وردوا البال الوقت، يعني 10 دقائق مضبوطه باش ما تفوتش فيها الخميره. وكما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال الخليط من بعد، يعني ما زدت الدقيق وزدت السميده. دابا غادي نغطي وغنخليه 10 دقائق، اللي من بعد غادي نطيبه. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق، هذا هو الاطار اللي غادي نخدم به على حساب اللي متوفر عندي. دهنته بشويه ديال الزبده في الجوانب ديالو باش ما يلصقش ليا فيه الخليط، وغادي ندوزو دابا ندهنوا المقلاه ديالنا بشويه ديال الزبده. ضروري في كل عمليه خاصني ندهن المقلاه بشويه ديال الزبده باش كتحمر لنا الفطائر. وندوزو دابا نشوفوا القوام ديال الخليط من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق. كما كتشوفوا الشكل ديالو تيجي ثقيل شويه. وملاحظه مهمه، خاص العافيه تكون ناقصه بزاف، يعني النار تكون مهيله بزاف باش كيطيبوا لنا الفطائر على خاطرهم وما تيجيوش معجنين من الداخل. غادي نوضع الاطار في وسط المقلاه، من بعد ما نكون دهنتها بالزبده غادي نضيف واحد جوج معالق تقريبا من الخليط، ونبقى نسرح غير بالمعلقه كما كتشوفوا الشكل ديالها. من بعد ما نشوف الفطيره بانها طابت، غادي نزول هذاك الاطار يعني غير بالمهل. غادي نستمر بنفس الطريقه، من بعد كل عمليه غادي نضف هذاك الاطار، نضفه بشي منديل ولا بابيي. وضروري في كل مره كنخلط الخليط مزيان اللي كنوضعو في وسط الاطار، مع العافيه تكون مهيله باش كيطيبو على خاطرهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، يعني تيجيو اقتصاديين وسهلين، كنتمنى انكم تجربوهم. غادي نقطع معكم وحده باش كتشوفوا الشكل ديالها من داخل الكيكه، ديالها تتجي مفشفشه ومقطنه. يمكن لكم تقدموها مع العسل ولا المربى على حساب اللي بغيتو. ما تنساوش انكم تشاركوها مع احبابكم، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناه باش يوصلكم كل جديد. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم،
والتشجيعات ديالكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير.